سلام صاحبي. بليعي بن علي بن عكرمي رداو ام العلق. المشكلة اولا احنا ساعة الماء في احتياج للماء خاص، معناها توا المجموعة السكنية هذه كل ما تكسبش الماء، وثم ناس اللي هم معناها عملوا حتى مطالب لمسألة تحسين المسكن ما تحصلنا حتى على شيء. اول واحد انا الدار اللي اعطيني نوري لك تو الدار معناها عملت فيها مطلب تحسين المسكن حتى بعد الثورة، والتو ما تحصلنا حتى على شيء. والله عندها يمكن يجي 10 سنين وهي الاعراس نتاعها مبنية قاعدة على السقف، وناخذ في 64 دينار نعيش به من اول عزوز. العزوز 78 عمرها، قاعدين نتراجعوا وربما تو يتفكرون على خاطرنا ناخذ فيها ال 64 دينار ناخذ فيها على الضمان الاجتماعي. وصاب على روحي، انا ما عطونيش امها، صبيت على روحي. شوف الدويات وين محطوط، هاك تشوف الدويات هذيك تلبسه من عام 6 86 هان وكل نوع ذاك اللي نكسب. معناها وقت اللي نعيش معناها ب 64 دينار، هذه العزوز 78 عمرها. ايش اسمك يا حاج؟ زينة. ايش نحوال الصحة؟ الصحة مريضة وليد. باش مريضة؟ شا مريضة وليدي، ركبية ومفاصلي وصدري عايشة كاكا على الجبل قلعوا في الحلفة. ما عندك شهرية متاعك الموازين؟ ما عنديش. كيفاش عايشة مال؟ شكون يصرف عليك؟ يصرف علي شايب. عايشين في البيت هذي وحدكم؟ عايشين في البيت هذي وحد. عندكم صغار ولا لا؟ ما عناش، كان نحن بربي ال 64 دينار هذه كيفاش نعيش بها انا والمراه؟ نخلصوا منها الماء، نخلصوا منها الضوء، نتكسوا منها، نعيشوا منها، كيفاش هذا؟ مع هذه راهي اعمال ما تتصورش اصلا، ما يقبلهاش الحاكم حقه بالطريقه هذه. يلزم رعونا مهما كان.